كتحكي لنا شنو وقع بالضبط في ديك الليله ديال الولد ديالك اللي كان ضحيه اعتداء من طرف احد افراد الشرطه البلديه هنا؟ واه نحكي لك على من غادي نحكي لك، واش نحكي لك على ولدي قريب ليا مات، واش نحكي لك على على الولد؟ اش وقع بالضبط؟ اشنو وقع؟ اشنو وقع؟ ولدي كان مع افراد صحابه في البار، يعني كان يكمي ولا ما نعرف، مهم ما عنده حتى شي ادله داير شي حاجه، ضحيه هو وصاحبه. صاحبه مشى يفونديدي عليه، مشى كاميريه، وصاحبه اللي شفتو في الفيديو كلا الدق قل من ولدي، الدق اللي كلاه ولدي ما كلاهش الولد اللي في الكاميرا. ودركي كنطلب المساعده، كنطلب المساعده من جميع المغاربه ومن جميع المساعده. كنطلب واش من الجهات اللي كتوجه لهم الرساله؟ كنوجه الرساله، كنوجه الرساله للوزير الجاليه، الا كانت عنده شي رساله تاع المغاربه يديها، وكنوجه رساله لمحمد السادس يشوف هذه القضيه ويتدخل فيها ويشوف ليها الحل. احنا مظلومين وموترين، ما قداش نهضوا. هاد الحالات واش كتوقع بصفه مستمره هنا ولا كانت غير حاله عربيه اذا بغينا نقولوا؟ مستمره واحد الوقت سي مستمره، مستمره دائما دائما. ولدي وقعت له ثلاثه المرات لاربعه المرات وما كنقدروش نهضروا، كاينين راسيزم بزاف. يعني الجاليه هنا مظلومه، طايحه على الارض، ما تقدرش تطلع تنهيتها، ما تقدرش تنفس. طيب وصل في العلم ديالنا بلي السيد القنصل العام ديال طرابلس كتواصل عندكم، وجا ديك الليله تقريبا من خرج الخبر جا عندكم، عطاكم شي دعم نفسي، واعدتو باللي الاجراءات والدعوه ديال القضاء راه غتمشي. انا ما شفتش، قال لك جا شي واحد عند الدراري للبار، بصح انا ما شفتش. والجمعيه وعدتني باش ندير غير وقفه احتجاجيه، ما كاين لا وقفه لا والو. منين تجمع الناس عيطوا لي، قال لك راه ما عندكش اوتريزاسيون، ما عندكش حق كاع تهضري، وهاد القضيه ديالك ما عندكش حق تهضري عليها، لحقاش الا هضرتي غادي تزيدي اكثر. ما فهمتش انا علاش غادي نزيد اكثر، ما فهمتش. انا ماشي غير على ولدي كنهضر، كنهضر على الجاليه عامه وعلى الشباب عامه، صغير وكبير، هذا الشيء اللي كاين. طيب هي اللي عارفين حنا، انت ما عارفاش الملابسات ديال الحادث مثلا، كاين اللي كل واحد شقال، راه ولدك ممكن يشرح لك ربما اشنو وقع بالضبط. راح ليا شنو وقع بالضبط، ما كاين حتى حاجه، يعني راسيزمو. باش تشتوا الفيديو، السيد كيضرب وكيوطى وكيضرب بالكرسي، واش من قانون هذاك كي استعمال مفرط للقوه؟ ايوا دون مقاومه، دون مقاومه. ولدي شاد هكا، الولد شاد هكا، هما الاخر اللي جوج كيقتلوا فيه بلا ما يبان، والكاميرا دابا هازينهم، ما عرفناش واش يقدموهم للعداله ولا ما عرفناش يقدموهم، على حقاش هنا كيطابيو الحاجات، كيغطيو على الحاجات، ما كيبينوهمش. والبورطابل اللي تصور به ولدي تقلع له، صاحبه تقلع له، وكلا الدق وما هضرش. وشكون دا البورطابل؟ شكون؟ داوه الشرطه. بوليس. وهداوه اوربانوس. وما ردوه لهمش لحد الساعه. لا باقي. واخا الاضرار الصحيه ديال الوليدات ولا ديال الولد، شنو زعما راه هو كان دخل لوبيتال خرج، دابا كيف هي الحاله ديالو؟ موتر حتى لاقصى درجه، دابا راه هز خويا داه عنده سراغوسه، يبات عنده الصباح يرجعوه. متوتر حتى لاقصى درجه، واكل دق في عظامه كلها، وسيتي بونتو سته سبعه الغرز. سبعه ديال الغرز. وكيفاش غادي تكون الحاله ديالو؟ وفين ما يبان خصو صرالو ديك القتله هكاك على ابسط حاجه، ما كاين حتى حاجه. وهذه هي الجاليه في اوروبا، ما كيهضر عليها حتى واحد. كنوجه الرساله للوزير الجاليه، الى عنده شي رساله على المهاجرين يؤدي امام القانون، خصوصا الجاليه في كاتالونيا. وكنوجه الرساله لمحمد السادس، نصره الله والله يشافيه، الدين ويتدخل في هذا الشيء. هذاك الدين اصلا وما عنديش، انا عندي جوج ولاد، حتى واحد ما خدام، وعندي الراجل متوتر ومريض. هما نصبوا المحامي طبعا. نصبوا المحامي. القنصلية العامة نصبت محامي. ما شفت حتى شي محامي، عندي محامي تاع الفلوس. لا نصب محامي، حنا كنا مع السيد القنصل العام. ما شفت والو، انا ملي شفت عيطوا لي، ولا غدا ليه قالوا لي حبسي الغاشي. قال لك حبس شكون؟ هو عندي في الفيديو نوريه لك. ولكن شكون الجهه اللي قالت لك؟
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.